هاي اجين، اتس مي دكتور اشرف فهمي المترجميتور. اتكلمنا عن حاجه اسمها كونتكست، يعني السياق، وعرفنا كويس جدا ان السياق معناه ان هو اللي بيحدد لي المعنى المناسب للكلمه، ومش بس معناها، كمان حاجه اسمها بارت اوف سبيتش، يعني نوعها اذا كانت فيرب او ناون. طيب خدنا اكزامبل كلمه هيفي، ناخد النهارده اكزامبل تاني اسمه كنترول. يعني ايه كنترول؟ ريموت كنترول، ريموت كنترول، يبقى كنترول معناها تحكم، اكيد. فيرب اند ناون معناها يتحكم، معناها تحكم. بيرث كنترول، بيرث كنترول، بيرث كنترول دي معناها تحديد النسل، لو بتاع تنظيم الاسره يعني غيرتها هنا. اندر كنترول تحت السيطره، يعني برضو هنا السياق غير المعنى، مهم جدا. كونتكست، انا زهقتكم من الكلمه دي، بس مفيش مترجم يقدر يهرب من حاجه اسمها كونتكست، يعني السياق. من غير سياق الجمله وفهمك ليها هتقع في غلطات كتير جدا، خد بالك. كونتكست، كونتكست، السياق، السياق، حطوها قدام عينيكم دايما. سياق الجملة هو اللي بيحدد الجملة بمعناها الصح. English and Arabic too.